السلام عليكم ورحمة الله. أغنية يا بدع الورد لأسمهان من الأغاني الجميلة جدا على العود، وفيها تمازج مقامات رهيب وحلو، مقام البياتي مع مقام الحجازين مع مقام الرصد. فمقام البياتي الأغنية مقام الأساسي هو بياتي الري، عندنا ري مينص بيمول فا صل لا سي بيمول ري. والأغنية فيها حجازين، حجاز على لا وحجاز على الري، فهو لا سي بيمول دو دييز ري مي بيمول فا دييز صل. كمان فيها رصد الصل، رصد الصل من صل يكا، عنا صل لا سي نص بيمول دو ري بالاصبع الرابع، صل لا سي نص بيمول. اذا بدنا نتابع دو ري طبعا مي بيكار فا صل. حبيت استعرض معكم مقامات الاغنية حتى تعرفوا البناء اللحني للاغنية. الاغنية الى مقدمة موسيقية هي نفس عزف غناء المذهب، بتقول ندو نشرحها ونعطيها شوية حليات حتى يصير العزف أجمل. من الدو دو فا 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 صول 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 لا سي لا صول فا صول فا ري دو فا صول لا فا صول لا. بنعيدها دو فا 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 صول 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 لا سي لا صول فا صول فا ري دو فا صول لا فا صول لا. طبعا هاي نفسها غناء يا بدع الورد يا جمال الورد. بعدين من سحر الوصف الو على الخد لا سي سي لا صول 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 فا 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 صول 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 لا سي لا صول فا صول فا ري فا صول لا صول صول فا فا ري 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 كاملي دو فا 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 صول 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 لا سي لا صول فا صول فا ري دو فا صول لا فا صول لا دو فا 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 صول 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 لا سي لا صول فا صول فا ري دو فا صول لا فا صول لا لا سي سي لا صول 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 فا صول 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 لا سي لا صول فا صول فا ري دو فا صول لا صول صول فا عندنا فاصل موسيقي بيقول سي بيمول سي دو ري دو ري دو سي دو سي سي لا صول. انا من سي بيمول سي دو ري دو ري دو سي دو سي لا سي لا صول. بعدين لا سي دو سي بيكا دو لا سي، رجعنا لسي بيمول سي لا صول لا صول فا صول لا سي لا سي صول فا صول لا فا صول فا فا ري ري.
الأحمر من بدعو وجدي وهيام نري الأحمر ري دو لا ري دو لا صول لا سي لا صول فا لا صول فا ري ري فا صول لا سي لا صول فا صول فا ري دو دو لا لا صول لا سي لا صول فا لا صول فا ري ري فا انتبه للا تحويلة اللا بيمون شارحينا بعدين منقول والأصفر من ريحته غيرة وألام. هون بتغير عنا المقام لمقام الحجازين مثل ما عنا، فعنا هون لا سي بيمول دو دييز ري مي بيمول فا دييز صول طبعا لا سي، فهو بيبدأ من لا لا سي 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 لا فا 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 صول مي ري مي ري دو دو ري مي ري مي فا مي فا صول فا صول لا صول لا سي لا سي دو سي دو ري. طبعا لاحظنا السي نص بيمول ري سي سي لا صول مي بيكار مي فا صول، هون حولنا لرصد الصوت صارت المي بيكار والفا نص دييز والسي نص بيمول. وهون في عنا لازمي على الرصد بتقول من السي نص بيمول سي دو ري دو ري دو سي دو سي لا سي لا صول لا سي دو سي دو سي لا سي لا صول لا صول، حتى نقول والأبيض ده العفة الأبيض ري 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 دو ري دو سي ده العفة لا سي دو دو سي لا صول دو سي لا صول، بعدين نلمي بيكار مي فا صول فا صول لا صول لا سي لا سي دو سي دو ري دو سي لا صول فا بعدين منقول رسول العشاء. هون رجعنا على البياتي من الري thank you.
نشرحها نري إن ري ري دو سي دو دو سي لا سي دو سي لا سي لا صول لا صول ري ري دو سي دو دو سي لا سي دو سي لا سي لا صول لا صول لا سي صول فا لا فا صول ري فا ري دو صول. بعدين بنقول الورد الورد دو ري دو ري دو ري دو فا 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 صول صول فا ري دو فا فا ري ري دو فا ري دو فا دو فا صول صول فا فا صول فا ري. ونرجع منقول يا بتاع الورد لهون رح نوقف. مثل ما قلنا من الأغاني الجميلة جدا جدا، وشفتوا تمزج المقامات فيها سلس وحلو. أتمنى يكون شرحنا واضح والشيء اللي عم نقدمه شيء يفيدكم عن جد، لأنه عم نحاول يعني نقدم شيء فيه شوية حليات وزخارف حتى يتحسن عزفكم، مو بس يكون نوتات حرفية جامدة وبس. ما تنسونا من دعاكم، ما تنسونا من الدعم، يلي ما اشترك اشترك. بشوفكم عن قريب. سلام عليكم ورحمة الله.